تصرف صغير عضو في تنسيقية الدكاترة المعطلين. نحن اليوم أمام وزارة التعليم العالي استمرارا لأشكالنا النضالية التي نخوضها كأشكال تصعيدية منذ أسبوعين. شكلنا اليوم سيكون على شكل مبيت أمام وزارة واعتصام مرفوقا باعتصام، ثم سيليه إن شاء الله إضراب عن الطعام مفتوح، لأننا وجهنا بالأذان الصماء. قمنا بالمراسلة جميع الوزارات جميع المسؤولين، ولم تكن هناك استجابة لملف الدكاترة المعطلين، فقط كانت الاستجابة عن طريق القمع والرفس. كانت عندنا قصور، كانوا عندنا إصابات اللي هي جد خطيرة على مستوى الضلوع، على مستوى يعني المناطق اللي هي حساسة. فلذلك نحن نناشد الجهات المسؤولة بالتعاطي مع ملف الدكاترة المعطلين بشكل من المسؤولية، لأننا نبقى أبناء الشعب. تلقينا يعني تعليم اللي هو تعليم معترف به، تعليم يعني جاء الأكاديمي جد صلب لمدة أكثر من 16 ولا 18 سنة، فهذا عيب وعار أنك تواجد في الشوارع وأنت يعني حصلت على أعلى شهادة في البلاد، ألا وهي شهادة الدكتوراة. فمن هذا الباب نطالب يعني بتدخل ملكي من أجل زعزعة وحل ملف الدكاترة المعطلين، ونتمنى الشفاء إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده. ونقول من بابنا هذا، نحن مستمرون بشوارع الرباط في أشكالنا التصعيدية عن طريق إضراب عن الطعام مفتوح، رغم أن الداخلية حاولت منع خطوة الإضراب عن الطعام المفتوح، ولكننا عازمون من أجل المضي قدما والدخول في إضراب عن طعام مفتوح من أجل تحقيق أهدافنا، ألا وهي الإدماج في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وفي جميع القطاعات والوزارات حسب الشهادات وحسب التخصص. وشكرا للمنابر الإعلامية الحرة. هدى الشاعر، عضو في تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، يعني استمرارا في نهجنا النضالي يعني اللي انطلق اكثر من 4 سنوات. هذه حنا هاد الايام كنقوموا بواحد الخطوات تصعيديه من اجل لفت المسؤولين، لفت الاهتمام وانتباه المسؤولين ويعني اصحاب القرار في هذا الوطن على ملف الدكاترة المعطلين. قمنا بمجموعه من الخطوات التصعيديه وهو اعتصام وكذلك اضراب انذاري على الطعام. ما التفتوش لينا وما نزل معنا حتى شي مسؤول انه يفتح معنا واحد الحوار. اليوم كنقوموا بخطوه اخرى نضاليه، وهي عباره عن مبيت ليلي امام هذه الوزاره باش نشوفوا السيد الوزير والسيد يعني المراوي انه واش غادي يقدر انه ينزل يفتح حوار مع هؤلاء الدكاتره. ولكن كنحملوا المسؤوليه، يعني من هذا المنبر كنوجه المسؤوليه للسيد المراوي والمسؤولين المغاربه والحكومه المغربيه لما ستؤول اليه اوضاع هؤلاء الدكاتره. حنا دابا هنايا معرضين يعني لمجموعه ديال المخاطر، يعني سواء من التدخلات الامنيه او مخاطر اخرى، ان مبيت ليلي يعني ماشي شي حاجه اللي هي هينه. كنقولوا السيد المراوي والمسؤولين انهم يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه والقانونيه لما ستؤول اليها اوضاع هؤلاء الدكاتره وكفاءات هذا الوطن. الرحيم هشام باركي، حاصل على شهاده الدكتوراه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني، عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية الدكاترة المعطلين، عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية الدكاترة المعطلين بالمغرب. أكيد أننا اليوم ما زلنا نواصل اعتصامنا في شوارع الرباط ريتما ندخل في اعتصام مفتوح عن الطعام. جسدنا اعتصام أو جسدنا يعني إضراب جزئي عن الطعام، والآن نجسد اعتصام يعني في شوارع الرباط عبارة عن مبيت ليلي. في هذه أحضرنا بعض الأفرشة، سنبيت هنا ليلا، سنفترش السماء وسنتحف الأرض ريتما يجدوا لنا حلا عاجلا لحلحلة ملفنا العادل والمشروع والمتمثل في الإدماج الفوري والشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلال شهادة دكتوراه بالأحرى الانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي. يجسد شك نضال أمام وزارة التعليم العالي أو بالأحرى وزارة التوتر العالي، يعني المناصب التحويلية ساهمت بشكل كبير في تراكم عدد خريجي الدكاترة العاطلين أو المعطلين عن العمل، الموظفون الأشباح، تقتير المناصب، ضعف الشفافية السياسية المحسوبية، المحاباة الزبونية وما إلى ذلك. يعني فساد الدولة المغربية فسادا بنيويا ساهم يعني في الوقت الذي نشاهد بعض الدول النامية تحاول حلحلة ملفها وتدخل في حوارات عاجلة ومباشرة وجادة ومسؤولة أمام الفئات الشعبية الحاصلة على شهادة الدكتوراه، نرى تلكؤا واضحا من طرف الدولة المغربية في حلحلة ملفنا العادل والمشروع. لأزيد من 3 سنوات ونحن في شوارع الرباط فلا أذان صاغية ولا قلوب واعية،
وجهنا الكثير من المراسلات إلى المؤسسات الدستورية والمجالس الحقوقية والفرق النيابية البرلمانية والوزارات ورؤساء وأمناء الأحزاب في المغرب في الدولة المغربية، ولكن لحد الساعة ليس هناك أي حلحلة لملفنا. يضعون في الأذن الأخرى عجينا وفي الأذن اليسرى طينا، ولكن لا أذان صاغية. اليوم نجسد كما قلت شكل النضال ديالنا، وبهذا نعلن الرأي العام الوطني والدولي أننا ندين جميع تدخلات القوات الهمجية من جلاوزة القمع العمومي والمس بالسلامة الجسدية للدكاترة المعطلين، كما نثمن ونتضامن مع جميع الفئات الشعبية المطالبة بالعدالة والكرامة والعيش الكريم، ولن نغادر شوارع الرباط إلا بتحسين مكتسبنا التاريخي وتحسين مكتسبنا الشعبي، ألا وهو الإدماج المباشر والشامل والفوري. أكيد هذا ومضى حق وراءه مطالب، وتحية طيبة للمنبر إعلامي أصوات، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.